اخترت عنوان لأجل ما تبقى، يمكن لأنه عم نعيش فترة من شبه اليأس. نفسيا بعتقد أنه يعني كل الناس صارت بوضع سوداوي، لا سيما أنه العنوان ليس فقط عن هالمرحلة اللي عم نعيشها، هو إذا بتلاحظي هي نصوص شعرية من سنة 83 لل 2015، بتأرخ كتير من الحرب في لبنان من سنة 75 لليوم. وطني ينسجه الضباب من حلم ومن دمعة، وطني ينسجه الضباب من حب يحطم حدود الدنيا عند أولى قطرات المطر. وطني أرض الانتظار واللقيا، أعشقه من دون أن أكون على عرشه ملكا، أحكمه من دون أن أكون على عرشه شاعرا، أملكه لأنني مجرد إنسان. في قسم اسمه من مذكرة جندي، أوكي، أشبه باعترافات لعلاقتي بالوطن وعلاقتي بالوالي، والوطن اللي هو وصف لي كما بيشبهه واللي أنا يعني انصدمت فيه. أول قصيدة تحكي عن كيف هذا الوطن طغى على علاقته بالوالد أكثر مني أنا. مساء الخير يا أصدقائي، أنا من طفولة ذهبية ماتت على أبواب الشرق العربي الحزين. أمي أحبت أبي، وأبي أحبها، وأحب وطنه أكثر مما أحبني، فبقيت طفلاً يفتش عن حب كبير، يكتب له، يقرأ له، يرسم له، يمشي وراءه على دروب وعرة، يشتهي أن يضمه في الشتاء، يشتهي أن يحرقه بنار الصيف، يشتهي أن يعترف بأنه حبه الكبير، وبأنه الكلمات التي يقرأها والعالم الذي يراه، وبأنه المملكة التي يحكمها.